اهلا بيكم. ضيفي النهارده استاذ ومهندس في عالم الفضائيات، عالم القنوات الفضائيه، بيطلع قنوات فضائيه كتيره ناجحه. لما استمر في القطاع الخاص ونجح نجاح كبير، جه التلفزيون المصري خده. مين اللي خده؟ وزير الاعلام الاسبق انس الفقي، عرفتوه. بتكلم على المهندس اسامه الشيخ اللي كان رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون. الثوره قامت واسامه الشيخ كان لسه موجود في المبنى. فجاه لقينا اسامه الشيخ موجود او في التحيات والنيابه، وهوب قاعد سنتين في طوره. ايه يا عم اسامه؟ انت كل لما انا بقابل حد يقول لك الراجل ده طيب، الراجل ده مظلوم. طب ايه اللي لطك كده؟ ايه اللي حصل؟ وبعدين بعد ما قعدت يا اسامه الشيخ 20 شهر في الاحتياطي في السجن وجربت السجن، تصورت بقى يعني بحكم انك عملت تاريخ كويس وربنا كرمك وخرجت من القضيه دي براءه، نقعد بقى في البيت بقى نستمتع بما تبقى من اي من سنوات، ربنا يديك طولة العمر. لكن اسامه الشيخ مصر يكمل، وراح ناقل على قناه فضائيه وقال انا هطورها. اسامه الشيخ من اول ما طلع لم يدلب اي احاديث لا صحفيه ولا تلفزيونيه. قلت له بقول لك يا عم اسامه، ما تيجي نقعد مع بعض النهارده نجر شكلك، مش قصدي اجر شكلك، فضفض كده قدام الكاميرا وانت راجل نجم. قال لي بص يا خير، انا بكره والفضائيات او ان اتلمع، مش عايز اطلع خالص من هنا لهنا. الراجل رجله جت في الخيه وقرر يقعد على الكرسي قدامي ونجر شكله. بعد الفاصل لاول مره اسامه الشيخ يتحدث عن تجربته في السجن. اهلا بيكم، رجعنا بعد الفاصل في حلقه مميزه جدا من برنامج جر الشكل. ضيف النهارده مش جاي اجر الشكل، ضيف النهارده هاجي اقعد قدامه واسمع اسرار تذاع لاول مره. ليه؟ ضيفي هو المهندس اسامه الشيخ. من اول ما خرج من السجن او قضيته براءه الحمد لله وكتب الله له النجاه منها، وهذا الرجل لم يتحدث مطلقا لا للصحافه ولا لاي فضائيه. ربنا كرمني بيه النهارده ورزقني بيه وقلت له تعالى نقعد مع بعض. بيقول لي يا خير ما بحبش اتكلم. قلت له تعالى لو ما عجبتكش الليله خد بعضك وامشي، هتعجبك الليله ان شاء الله. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. عيطت وانت في السجن؟ لا. ليه؟ قوه يعني مثلا الواحد لما بيبقى مظلوم بيعيط. لا انا عيطت ما اعلنت براءتي في القضيتين اللي انا حكمت بسببهم. ما خفتش وانت قاعد شهور في السجن وفي ثوره بره وممكن الدنيا تقلب عليك؟ لا عمرها ما كانت تقلب عليا، انا عارف الناس بتحبني والشعب المصري شعب ذكي ولماح ويفرز وكل الناس كانت معايا. تخيلت ان رجلك هتيجي في قضيه؟ لا. كنت شايف نفسك سليم و امال مين اللي قدم فيك الشكوى؟ والله حسب الاوراق. ايوه. الاستاذ مصطفى بكري. رغم انه نفى ذلك لكن الاوراق بتقول كده. بناء على بلاغ من 4 أو 5 من الزملاء في اتحاد الاذاعه والتلفزيون. ايه علاقه مصطفى بكر بالقضيه؟ ما اعرفش، دول الاوراق او ورفع عليك القضيه الاتهام. بعد ما طلعت من السجن كلمك او كلمته؟ اتقابلنا مره وانا متسامح. انت متسامح؟ هتستضيفه عندك في شبكه قنوات دريم؟ جاء قبل كده. جاء قبل كده عادي يعني. انا ما بدخلش الخاص في العام. دخلش الخاص في العام. وانت في السجن مهندس اسامه كان بيجي على بالك ايه؟ كان بيجي على بالي ربنا على طول. لا ما كنتش بتقول كانت ايه الشغلانه دي؟ ما كنت قعدت في بيتنا او اشتغلت قطاع خاص؟ لا 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 خالص. لم اندم. لم تندم. انا تخيلت ان مهندس اسامه الشيخ بعد التجربه المريره دي برضه يوم من ايام السجن صعب يا باشمهندس، وانت يعني برضه مش لسه شاب صغنن يعني. انت ما جربتش. انا ما جربت. لا ما انا وهتخليني اجرب ليه يا عم؟ يلا قفلوا الحلقه. يعني بس انا قصدي ده كان صعب. هو يعني ابتلاء ربنا. انا ما بسموش ابتلاء. امال مسميها ايه؟ مسميها نعمه. نعمه السجن. نعمه. لانه قربك الى الله. كنت بعيد عن ربنا؟ ودايما قبل السجن؟ مش بعيد، كنت مشغول، الحياه شغلاني زي ما هي شغلاك.
ابتلاء ربنا دائما يكون مصحوبا بلطفه. ايه اللطف اللي جالك في السجن من عند ربنا؟ ربنا رعى اولادي وربنا كتب لي الصبر. كنت سايب لهم فلوس؟ لا. الدنيا ما كانتش مستوره معاهم؟ اه كانت مستوره الحمد لله. مين اللي غدر بيك وانت في السجن؟ ولادي اشتغلوا. لا اشتغلوا. اكتشفت غدر اصحاب ليك وانت في السجن؟ وجوه جديده بتكشفها لاول مره؟ لا. يعني ظل الناس اوفياء ليك؟ كل الناس انا بحبهم ونسيت مين اللي اشتكاني وحياة ربنا. ما انت فاكر مصطفى بكره؟ انا راجل مشهور يعني. اول ما دخلت السجن ولقيت في وشك وزير الاعلام الاسبق انس الفقي، ايه اول حوار ضربني؟ سلمنا على بعض. وكل واحد راح لا احنا ما لقيتوش في وشي، احنا دخلنا السجن مع بعض. دخلتوا ليه؟ احنا حقنا بوكس واحد؟ انا في نفس طب لما دخلت قابلت مين هناك؟ جمال مبارك وعلاء؟ هما جم وانا موجود في السجن. قالوا لك ايه؟ ما كانوش يعرفوني، سلمنا على بعض وتعرفنا على بعض. جمال وعلاء ما عرفوش مين اسامه الشيخ رئيس اتحاد الاذاعه؟ ممكن يعرفوني لكن ما فيش علاقه شخصيه يعني، عمرنا ما شفنا بعض يعني. مش كنتوا بتصلوا الجمعه مع بعض وتقعدوا مع بعض؟ كل الناس بتصلي الجمعه، بس انا عايز اقول لك حاجه. انا مش من انصار ان انا اصبحت حر طريق ان اتحدث عن زملاء او ناس كانوا معايا بضعفهم الشخصي اذا كان هناك ضعف. هي تجربه انسانيه. لا ما احبش انقل عن حد. الثوره لما قامت يا باشمهندس تخيلت انها تطيح بنظام مبارك؟ كنت واصل للقناعه دي من قبل ما تقوم؟ من قبل كنت عارف ان في ثوره جايه، انه نظام لا يتطور وتكلس ولا يطور نفسه، والارهاصات كانت موجودة. بتقول كده؟ طيب حضرتك قلت رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون وقت قيام الثوره. رد فعلك كان ايه؟ تفاعلت معاها انها ثوره ولازم تذيع الاخبار والموضوعات انا ولا جات لك تعليمات؟ لا انا لما قامت الثوره انا كنت في سويسرا. بس كنت لا تزال رئيس الاتحاد، فترفع سماعه التليفون وتقول اعملوا وسيبوا؟ كنت رئيس الاتحاد؟ لا ما كنت مشغول ساعتها. مشغول. ورجعت يوم 28 جمعة الغضب. يوم 2 في الشهر استقلت. ما انت قعدت 28 29 30 لما رجعت كان متخذ قرار بضم كل القنوات التلفزيونيه مع قطاع الاخبار، فالمحتوى اللي كان بيظهر على شاشات القنوات كلها كان طالع من غرفة الأخبار. مش مسؤوليتك؟ لا، مسؤولية أستاذ عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار. ما أعرفش مين اللي خد القرار. طب أنت كنت قاعد رئيس اتحاد بتعمل إيه في الخمس أيام دول؟ لأن أنا مش رئيس هذا المبنى. بس رئيس اتحاد ده اللي هو القائم بأعمال الوزير. الأربع أيام اللي أنا قعدتهم كان الحفاظ على اتحاد الإذاعة والتلفزيون بإمكانياته محطات ارساله، لان كانت معرضه لاخطار شديده. طب استقلت ليه؟ مش في ثوره شعبيه قامت وانت لازم يبقى لك؟ استقلت لان ما كنتش بعمل حاجه. اتحيدت يعني؟ قالوا لك ما تقربش؟ ما تقليش، لان القرار طالع من غرفه واحده. كله اتوحد عنده غرفه قطاع الاخبار. قبل ما اجي من السفر قابلت حد من قيادات المجلس العسكري في هذا الوقت وانت قاعد خمس ايام على كرسي رئيس الاتحاد؟ اتنين جم زارونا يوم 15. 15 ايه؟ يناير؟ فبراير. فبراير؟ انت استقلت يوم 2 فبراير؟ ما هو انا طلب مني عن طريق شخصيه مهمه قوي في احدى الجهات السياديه. سياديه يبقى جيش امن قومي. ان استمر ولا اعلن، مش ان انا استمر في الوظيفه، الا اعلن ذلك حتى تهدأ الامور. وقعدت في مكتبك لحد يوم 15 فبراير؟ قعدت لغايه يوم 23 فبراير. كنت قاعد بتعمل ايه؟ لا يوم 11 فبراير يوم التنحي، يوم التنحي اصدرت بيان اذيع في كل المحطات المصريه اعتذار الى الشعب المصري. على لسانك؟ لا مش مكتوب. من عارف رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون بيعتذر؟ لا اتحاد الاذاعه والتلفزيون. اتحاد الاذاعه والتلفزيون. ويتعهد اتحاد الاذاعه والتلفزيون ان يصبح جهازا ملكا للشعب. حد اتصل بيك السنه اللي فاتت بعد ما طلعت قال لك تعالى طور معايا التلفزيون؟ لا لا. مفروض انك تخرج من السجن من التجربه الصعبه الانسانيه دي وتقعد في البلكونه كده بالجلابيه تريح وتو. طب اكل عيش منين؟ ما عملتش قرشينات السنين اللي فاتوا؟ ما هو ال 70 مليار اللي قالوا عليهم مسكنهم لسه. ليه؟ لا يعني تريح برضه يا باشمهندس. لا ده انا لقيتك
وانت لسه خارج على ذمه القضيه، راكب العربيه وطالع على دريم، وسام الشيخ بيطور دريم. طب الراجل يريح شويه. انا بحب اشتغل وحاسس واجبي نحو الاعلام المصري سواء خاص او عام اذا كان عندي خبره اقضيها. طب في سؤال واقبله مني، البعض شايف انك خرجت من السجن السنتين اللي اتحبست فيهم، ايوه، رجعت قعدت على نفس الكرسي بتاع اداره قناه فضائيه بنفس مفاهيم وافكار اتحاد الاذاعه والتلفزيون، يعني ما فكرتش تطور الادوات، حتى رجعت تستعين بنجوم قديمه برضو، وانت لسه بتميل الزمن جديد. في قدام وفي جداد. اولا انا شغلي لسه ما بانش. لسه ما بانش. انا مش مدير قنوات دريم ولا رئيس قنوات دريم. اسامه الشيخ يبقى ايه في دريم؟ تقدر تسميني مقاول التطوير. عشان مهندس يعني؟ لا انا جاي لمهمه محدده هي تطوير القنوات واستعاده المشاهدين. وانت شايف انك عملت ده؟ ده كان محتاج بنيه اساسيه. في الاول البنيه الاساسيه ما اتغيرتش من 12 سنه، يمكن ده ساعد ان انا مهندس في الحكايه دي. الدخول في عصر التزاوج بين الاعلام الالكتروني والاعلام المرئي ده تم في بنيه اساسيه دلوقتي موجوده، في مواقع فعاله، في بورتال للاخبار. هيبدا يظهر امتى؟ انا كمشاهد هبدا اشوف. ظهر من اول رمضان. طيب خليني عندي عدد من الاسئله، عايز اجابات قصيره. قابلت مبارك في طره؟ لا. صفوت شريف؟ قابلته. دار حوار؟ احنا كنا في عنبر واحد. تقدر تقول انهم كانوا بيديروا البلد من جوه السن؟ لا خالص خالص خالص. يعني كل دي كانت شائعات؟ لا 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 شائعات طبعا. وانت قاعد معاهم حسيت فعلا ان قصه ال 70 مليار دولار دي حقيقيه ولا بتاعت ايه؟ مبارك؟ لا حسيت انها مش حقيقيه. مضيت تمرد؟ لا. مش شرط تمضيع، كنت معاها؟ طبعا كنت معاها. كنت شايف حكم الاخوان هيسقط؟ انما انا ما مضيتش لان انا لم تكن براءتي اعلنت. نعم. فانا هبقى راجل لسه لم يثبت امام المجتمع. كنت شايف ان حكم الاخوان هيسقط يا مهندس اسامه؟ علشان ما فهموش الشعب المصري. حضرتك حاولت تعيد الروح لمسبير لما كنت رئيس اتحاد، فاتهمت باهدار المال العام. ندمان؟ ندمان على ايه؟ ان انا اتهمت؟ حاولت تعيد الروح؟ لا اطلاقا. انا اعتذر بكل قرار عملته. 30 يونيو شايفها ازاي؟ 30 يونيو استعاده للثوره. انقلاب عسكري؟ لا. نص ثوره نص انقلاب؟ ثوره شعبيه ليس لها مثيل في العالم، وقعدنا نقرا طول عمرنا في الكتب عن تعريف للثوره الشعبيه لم يتحقق الا على ايدي المصريين في هذا اليوم. في هذا اليوم يعني 30 يونيو ثوره كامله. شايف في امل في اصلاح مسبيرو؟ لازم يكون في امل، بس مش بنفس الفكر وبنفس الطريقه. لابد ان مسبيرو يحدد دوره. لم يعد مسبيرو هو المسؤول عن اعلام المصريين بكل شيء في الدنيا. لو اتصلت بيك الحكومه الجديده قالت لك تعالى يا اسامه الشيخ طور لنا مسبيرو، تعمل ايه؟ لا مش هينفع، انا مستعد اساعد اي حد لكن ما بقاش مسؤول لاسباب شخصيه تخصني. السجن؟ لا 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 لا، دي وزاره محدوده المده. انا ما اقدرش ابقى وزير اقعد ست شهور وبعدين. طب لو وزاره طويله المده؟ مش مضمونه. لا يعني انت لو اتعرض عليك منصب حكومي في وزاره انت ترى انها طويله المده قاعده 3 4 سنين تقبل؟ اذا كان عندي رؤيه موافق عليها وموفر لها الامكانيات اقبل، لان ده البلد. بعد الفاصل حواري لسه ممتد مع ضيف وضيفكم مهندس اسامه الشيخ. رجعنا لكم بعد الفاصل مع ضيفي في الاستوديو مقاول تطوير قنوات دريم، اللي بيقول لك ان مصطفى بكري حسب ما شاف هو في الاوراق في قضيه اتهامه هو اللي مقدم البلاغ فيه. هرجعك تاني قبل ما ندخل في الفقره الثانيه الاسئله. كل اللي كانوا موجودين معاك في طرق كانوا شايفينها ثوره شعب ولا ثوره اخوان؟ ثوره شعب. دي قناعاتهم جوه؟ واحساسهم ان الافعال اللي عملوها هي اللي ادت لثوره الشعب؟ كلهم قالوا ان كان في اخطاء. كلهم قالوا في اخطاء سياسيه. نرجع للفقره الثانيه، هقول لك عدد من الاسماء وتعليق قصير. عبد المجيد محمود النائب العام السابق.
أنا لا أتدخل في تقييم أي قاضي. مصطفى بكر سمحه الله. التلفزيون المصري ربنا معاه. أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق ربنا يفك كربه. مظلوم ولا متهم من وجهة نظرك؟ التهمة التي سجن فيها هو مظلوم. مظلوم فيها؟ طب ليه ما عرفش يدافع عن نفسه؟ وأنا ما عرفش يدافع عن نفسي وخدت 5 سنين بس طلعت برا ثم برئت. يناير 2011 شايفه ايه؟ ثورة شعب. القضاء المصري؟ القضاء المصري حصن مصر. الرئيس السابق محمد مرسي حكم عليه الشعب وحكمي لا يفيد. حكمك لما انت واحد من الشعب ولا ايه؟ لا لم يستغل الفرصة التي منحت له رئيس منتخب أن يقدم شيء فعال للشعب يحسن أوضاعه. إيه القشة اللي قسمت حكمه؟ خطبه. خطب ده انت علشان راجل صانع ميديا شايف ان خطبه أثرت عليه. لأن كانت لا تحمل شيء. لا تحمل شيء. المشير طنطاوي سامحه الله. علشان؟ سامحه الله. ما علشان ايه؟ طلب الرب اللي يسامحه ليه؟ الاجراءات السياسيه التي جت بعد الثوره كان فيها مهادنات كثيره. الفريق اول عبد الفتاح السيسي بطل شعبي مصري. بطل شعبي مصري دي قناعتك. الجيش المصري. الجيش المصري حصن مصر وربنا يحمي مصر. اللي عمله في 30 يونيو بيتقال عليه بره انقلاب، انت شايفه ايه؟ لا انقلاب ايه؟ قناعتك انقلاب اذا كان كل الشعب بره، ده اذا انقلاب يبقى انقلاب الشعب. طب اللي موجودين في رابعه دول ايه؟ جزء من المصريين. يعني جزء من النسيج المصري. جماعه الاخوان المسلمين. اضاعت فرصه عمرها. هتتكرر تاني الفرصة دي؟ صعب. حزب النور؟ حزب النور بيلعب سياسة كويس. صفوت الشريف؟ أنا بذكر له إنه عمل مدينة الإنتاج الإعلامي وعمل النايل سيتي. فقط. أنا ما كنتش في التلفزيون فما ما اشتغلتش معاه. لكن إنجازاته على الأرض. حمدي أنديل؟ صديقي العزيز. رجل وطني يظهر في الوقت المناسب ويختفي في الوقت المناسب. الرئيس الأسبق مبارك يحكم عليه التاريخ. وانت حكمك ايه؟ انا كان حكم عليه تحفظات وانا اعمل في الدولة كان عليه تحفظات كثيرة. وزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود لا ما كان من خارج يغرد خارج السرب. ما يغرد خارج السرب ده موهبة يعني؟ لا طبعا. اختيار ما كانش مناسب. خيرك الشاطر؟ ما اعرفوش. انا شفته في السجن حوالي اسبوع. كان اداؤه ايه جوه السجن؟ لم يحدث اي حوار بيننا. صامت ساكت هو ولا؟ يعني لا واحنا كنا لسه جايين جداد يعني. الدكتور محمد البرادعي هو يعني اول الناس اللي بشجاعه شديده كان يسبح ضد التيار رغم ان هذا التيار كان بيقول من الصعب التغيير. شايفه صانع الثوره؟ لا صانع الثوره هو الشعب المصري. الشعب المصري صانع الثورة هو الشعب المصري. دي وجهة نظر ضيفي في الاستوديو. هنطلع فاصل وبعد الفاصل سؤال وثلاث اختيارات مع ضيفي في الاستوديو اللي بيشرفنا النهاردة مهندس أسامة الشيخ. رجعنا لكم بعد الفاصل والفقرة الأخيرة مع ضيفي في الاستوديو مهندس أسامة الشيخ. مهندس أسامة هقول لحضرتك عدد من الأسئلة تحت كل سؤال 3 إجابات تختار إجابة واحدة. محمد حسني مبارك رئيس تنحى بناء على طلب شعبه، رئيس خلعه شعبه،
قائد الضربة الجوية الأولى، رئيس تنحى بناء على طلب شعب. دكتور محمد مرسي، دكتور في كلية هندسة، عضو في جماعة محظورة، رئيس جمهورية معزول. رئيس جمهورية معزول. دكتور محمد بديع، مرشد عام جماعة الإخوان، طبيب بيطري، مرشد الجماعة، راجل ملوش في السياسة، مرشد الجماعة. الإعلام في زمن الإخوان، حارب الإخوان، كان نبض الشارع، كان بيحافظ على حريته، أضر الإخوان. التلفزيون المصري، في أمل يرجع تاني لمجده، انسى يا عمرو، كان حلم وراح، كان حلم وراح. دكتور محمد البرادعي، ضمير الأمة، مش بتاع سياسة، نائب رئيس الجمهورية المؤقت، نائب رئيس الجمهورية المؤقت. أنس الفقي، رجل ظلمته الظروف، راجل ظلم نفسه، آخر وزير إعلام في عهد مبارك، ظلمته الظروف. الإعلام المصري في مرحلة الريادة، التقليد، تعويض مفاد، ريادة، ريادة بالقطاع الخاص، بالقطاع الخاص. لا تزال دي قناعاتك أن الإعلام المصري حاليا رائد الإعلام في المنطقة العربية؟ هاي. أنا بشكر حضرتك مهندس أسامة الشيخ، كنت ضيف كريم معايا النهاردة. شكرا. وبشكرك أن أنت أول مرة تطلع في برنامجي، وفي أي برنامج، وآخر مرة، وآخر. كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب. حلقتنا خلصت، وبكرة ضيف جديد في جر شكل.